ممكن. نعم، من الإمارات أيضا معنا سهام. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. بزعل شيخنا والله يا شيخنا، أنا كان قبل كده يعني حلفت يمين وكنت بس خايفة يعني فيه وزعل الوالدة وكده، فكنت قلت لها إن شاء الله تحصل لي كده، وفهو فعلا بدأت تعمل في حاجة، وأنا بديت كفرت عنه بالصيام وطلعت بروحي كده، فما عارفة الكفارة يعني. طيب كده أنت الحليفة اللي حلفتها دي على حاجة حصلت في الماضي ولا في المستقبل؟ يعني قلت تقدر في الماضي، يعني حلفت بالكذب يعني؟ بس انا كنت خايفه من زعلها، وانا كنت صغير يعني بجد، وما كان عندي دراسه كامله. صغير لسه ما كان بلغتي؟ والله تقريبا كذا، بس يا داب عمر البدايه يعني ما بلغت. ايوه خلاص. والحكايه دي الحليفه دي ما حصل فيها ضرر ضياع حق من لزول؟ لا لا ما حق زول، يعني حصلش. هي حاجه هي خطتها وانا كنت تصرفت فيها يعني. خلاص كنت زعلانه بس يعني. خلاص ان شاء الله بالاستغفار خلاص ربنا غفور رحيم. ما دام طالما حصل ضرر شيء الحق من زول ولا وكنت لسه يعني بين البلوغ وبين أقله لسه، ربنا غفور رحيم. بس استغفري وما تنشغلي بالموضوع ده عشان ما يعمل لك وسوسة.